ومحمد صدقي هيكل والحج رضوان الزيات. ايها الاخوة المؤمنون، انه الشهر الفضيل، فيه كما قال نبينا الكريم اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. انه الشهر الكريم الذي من تصدق فيه بصدقة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ذاك الشهر شهر الصيام الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأذكركم بتعليم نبينا الكريم، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. أيها السادة، هيا بنا لنعيش مع النفحات والتجليات ومع آيات الواحد الديان ومع التشريعات والأحكام ومع القرآن سيد الكلام. هيا بنا ليتعطر المكان بما قاله نبينا الهادي: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا هو قول نبينا الكريم: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقوله صلوات الله عليه: اقرأوا القرآن بلحون العرب. وقوله: اقرأوا القرآن على سبعة أحرف. أيها السادة، مع القرآن الكريم تستمع الأذان وتستمتع الأذهان، فهيا بنا لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ عمرو برعي القلب والجمهورية مصر العربية محبته وموطنه، حبيب أهل القرآن في كل مكان، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا
ولو شاء حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن الذين لا يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله إلا
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا لينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون تعبدون من دون الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قل يا أيها الناس إن كنتم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفى وأن أقم وجهك للدين حنيفا
تكونن من المشركين ولا تدع من فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإن ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. من عائلة ألف لام راء القرآنية المباركة ومن آيات سورتي يونس وهود أسمعنا وأمتعنا ذاك القارئ المسعود وقد أنشد على أوتار العود بأداء يحرك الحجر الجلمود فأسمع الملائكة الشهود. فضيلة القارئ الشيخ عمرو برعي ابن هذا البلد الطيب أهله مدينة القلق بمحافظة القليوبية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم عائلات الزيات ممثلة بالحاج السيد الزياتي والأستاذ محمد جمال الزياتي والأستاذ أحمد جمال الزياتي والمعلم تامر الزياتي والأخ الكريم محمد الزير. أيها الشاهد شكرنا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج إسماعيل حجاب وإلى الهندسة الكهربائية والإذاعية محمد فكري. وشكرنا لمنتدى سفراء القرآن الكريم ومخرجنا ناصر صلاح ومصورنا محمد ناصر. أيها السيدة شكر الله لكم جميعا ويتوقف إرسالنا هاهنا على أن نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه ولكم تحياتي مصطفى عبد الوهاب من أسرة المذيعين والمتحدث الرسمي لنقابة قراء الجمهورية.